الله أكبر. معركة مهاقس، ما لم تنساه أوروبا للسلطان سليمان القانوني. كم من مسلم منا يعرف هذه المعركة الخالدة وما سببها والنتائج المترتبة عليها؟ كم واحد منا قرأ عن السلطان سليمان القانوني، ذلك البطل المجاهد، ولم يلوث عقله بتخاريف مسلسل حريم السلطان؟ ففي الوقت الذي يعشق الشباب المسلم الحضارة الغربية وينبهر بتلك البروج المشيدة ويرتدي أعلام بلادهم المزينة بالصليب الملطخة بدماء المسلمين، لم ينس الغرب هزيمتهم على يد أسلافنا، حتى أنه أطلقوا مثلا يقول: أسوأ من هزيمتنا في مهاقس. يضرب هذا المثل عند التعرض لكارثة، فمتى نتعلم تاريخنا ونسير على درب أعلام أمتنا الذين فتح الله على أيديهم قلوب العباد والبلاد؟ أسباب معركة مهاقس: عندما تولى السلطان سليمان القانوني مقاليد الخلافة، رفض ملك المجر دفع الجزية التي كان يدفعها للخليفة سليم الأول، ظنا منه أنه أمام خليفة شاب ضعيف لا يملك قوة أبيه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقام ملك المجر بقتل رسول الخليفة. عندها جهز السلطان سليمان جيشا كبيرا خرج على رأسه من إسطنبول في 11 رجب من سنة 932 للهجرة، الموافق للثالث والعشرين من أبريل من سنة 1526 ميلادية. كان مؤلفا هذا الجيش من نحو 100,000 جندي و300 مدفع و800 سفينة. عند تلك اللحظة الحاسمة في التاريخ أعلن بابا الفاتيكان كليمونت السابع حالة النفير العام في أرجاء أوروبا لمحاربة السلطان العثماني، وأصدر قرارا بمنح صكوك الغفران لكل صليبي يشارك بهذه المعركة، وتم تكوين أكبر حلف عسكري، الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وتشمل كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا، إضافة إلى بلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ، مناطق واسعة في فرنسا وأراض أوروبية أخرى، إضافة إلى مملكة المجر الكبيرة وتشمل المجر سلوفاكيا وترانسلفانيا وهي رومانيا الحالية، إضافة إلى صربيا. جيش مهاقس الصليبي كان بقيادة مجموعة من أعظم قادة المجر وقتها، على رأسهم الملك لويس الثاني وملك مملكة المجر بالتوموري، وهو قسيس قاد أحد أجنحة الجيش بنفسه لبث الروح الصليبية لدى المقاتلين. في تلك الأثناء كان جيش المسلمين في طريقه للمجر، وفتح الله على أيديهم عدة مناطق وعدة قلاع حربية على نهر الطونة، وتم فتح حصن بلغراد المنيع. وصادف أن كان هذا الفتح في عيد الفطر المبارك، فتلقى أمير المؤمنين التهاني بالعيد والنصر بداخل بلغراد وهي عاصمة صربيا الحالية. بعدها توجه شمالا إلى المجر، وصل إلى وادي مهاقس بعد 128 يوما من خروج الحملة، قاطعا 1000 كيلومتر من السير. وفي ليلة المعركة من 21 ذي القعدة سنة 932 للهجرة، سهر السلطان المجاهد سليمان القانوني ليلته يصلي ويدعو الله أن ينصر المسلمين على أعدائهم، حتى جاء الفجر
فتقدم خليفة المسلمين جيشه الجرار وصلى بهم إماما في صلاة الفجر. وبعد الصلاة نظر الخليفة المجاهد سليمان القانوني نحو جيش الإسلام بكل فخر واعتزاز، وقال لهم وهو يبتسم ودموعه تسيل من عينيه: وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم الآن. عندها انفجر الجنود بالبكاء وعانقوا بعضهم بعضا مودعين يرجون الشهادة في سبيل الله. رسم السلطان خطة محكمة تقضي باستدراج قوات الأعداء بأن يصطف جيش المسلمين في ثلاثة صفوف، وأن يكون السلطان ومن معه من الإنكشارية في الصف الثالث، ومن ورائهم مدافع المسلمين، حتى إذا بدأ القتال يتقهقر الصفوف الأولى من المسلمين ويتراجعوا خلف السلطان ومن معه من الإنكشارية. وفي وقت العصر هجم المجريون على الجيش العثماني فانسحب جيش المسلمين، وظن الصليبيون أن القوات الإسلامية انهزمت وفرت من المعركة، فاندفعوا كالسيل الجارف إلى الأمام. وعندها أعطى القائد سليمان القانوني الإشارة لسلاح المدفعية الإسلامية بالبدء بالهجوم المضاد، فحصدتهم جميعا. فرت القوات الصليبية من ساحة المعركة بشكل فوضوي، واستمرت الحرب ساعة ونصف الساعة وأقصى تقدير ساعتين. في نهايتها أصبح الجيش المجري في ذمة التاريخ بعد أن غرق معظم جنوده في مستنقعات وادي مهاكس، ومعهم جميع ملوكهم وكبار قادتهم. ووقع في الأسر 25,000 صليبي، في حين استشهد من المسلمين 1,500 شهيد وبضعة آلاف من الجرحى. ذكرت بعض الروايات أن السلطان سليمان القانوني اتخذ قرارا لن تنساه أوروبا له حتى الآن وتذكره بكل حقد، قرار تحت شعار لا أسرى. وأخذ الجنود العثمانيون يناولون من يريد الأسر من الأوروبيين سلاحه ليقاتل ذودا عن نفسه أو يذبح حيا، وبالفعل قاتلوا قتال الميؤوس واليائس. وانتهت المعركة بمقتل فيلاد والأساقفة السبعة الذين يمثلون النصرانية، ومبعوث البابا، وسبعون ألف فارس. كانت تلك المعركة حادثة نادرة في التاريخ، حيث ترتب عليها ضياع استقلال المجر بعد ضياع جيشها على هذه الصورة في هزيمة مروعة في ساعة فقط. بعد مهاكس دخل المسلمون عاصمة المجر والتي كانت تسمى وقتها ببودا، وهي جزء من العاصمة الحالية للمجر بودابست بعد أن اتحدت مع مدينة بست. دخل المسلمون المدينة وهم يكبرون، وتصادف أن يدخلوها في عيد الأضحى، فتلقى سليمان القانوني تهاني عيد الأضحى والنصر في بودا بعد أن كان قد تلقى تهاني عيد الفطر والنصر في بلغراد. وكان من نتائج هذه المعركة أيضا أن استولى العثمانيون على كل المنطقة الممتدة بين عاصمتهم إلى أسوار فيينا، وانهار الحاجز المجري الذي كان يقف في وجه العثمانيين للوصول إلى النمسا وألمانيا. هذه المعركة من أغرب المعارك في التاريخ من حيث سرعة الحسم، وما زالت تثير تساؤلات واستهجان وحقد ودهشة بعض المؤرخين الأوروبيين، على الرغم من انقضاء أكثر من 400 عام. وتعد تلك المعركة الفارقة شيء يسير جدا من تاريخنا الإسلامي المشرق الذي لا نعرفه للأسف، وتركنا الفرصة للأعداء أن يشوهوا صورة رموز أمتنا ويحرفوا تاريخنا بحقدهم وغيظهم الذي يشهد له التاريخ. ووصل بنا الجهل والهوان إلى أن نصدق تلك الأكاذيب ونرددها بلا تثبت ولا تفكير.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.